أتمنى الجنة، أريدها بشدة، أطمح إلى سكنة مترفة في فردوسها، وراحة لا تشبه أي راحة تشربتها في الدنيا. أتخيلها قصر عظيم، لبناته ذهب وفضة، حدائق متخمة بورد له رائحة العطور، وبثمر له طعم لم أتذوقه من قبل، وبأشجار ظلالها ممتدة حتى مسيرة 100 عام. أتخيلها فراش بحجمي أمتطيه فيجوب بي أرجاءها، حذاء بلوري أرتديه فأصبح الكمال الذي لا يضاهيه نقص، كرسي زمرد أعتليه فأرى أفق الجنة واتساعها. أتخيلها رفقة لا يرحلون، أحبة لا يفترقون، إخوة لا يتنازعون، شباب لا يهرمون، حزان لا يقبحون، وضجيج ضحك لا يختلجه بكاء أو حزن. أتخيلها أبدية لا يقطعها موت، ولا يمزقها مرض، ولا تصيبها نكسة. حذفت منها مفردات القلق والأرق، وتخلت عن كل ما هو مصنف ضمن الهم والغم. الجنة مكان يجعلني لا أزال قادرة على ابتلاع غصات الدنيا، متابعة طريقي في سبيل يتساقط منه الأحباب والأصحاب واحدا تلو الآخر. مكان يمنحني البسمة في أحلك الظروف، ويمنحني السلام في وسط معارك الروحية. مكان أجد فيه متسعا لكل ما أرغبه، دون أن تتصادم آمالي أو تتداخل فأضطر إلى أن أقتص جزءا منها. مكان فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة أتخيلها بقلم إيثار الغامدي.